السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يا رب كده تكونوا متهنين كلكم وسعداء بإذن الله. والسنة دي تكون أحسن من اللي فاتت، واللي جاية تكون أحسن من السنة دي. ربنا يبارك فيكم وفي أولادكم. معلش وعكة صحية كده شديدة والكل بياخدها. ربنا يبارك فيكم وفي صحتكم. انا عندي النهارده لحمه مغسوله وما شاء الله زي الفل، وبصلايا، وعندي ده رز بسمتي. انا بعمل كوبايه اللي هو ايه الحبه الطويله، وعندي جزر متقطع كده صغير زي ما انتم شايفين جوليان، وعندي بزله، وعندي ده زبيب. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح على البوتاجاز. انا حاطه ميه على النار علشان هنسلق اللحمه فيها، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدأ يا جماعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحب اشكر كل اللي سأل عني، وبخص بالذكر اختي الحبيبه الجميله حوريه حسن، قناه حوريه حسن. طبعا انا بشكرها جدا، ام احمد ربنا يبارك فيها ويخليها رب لولادها. وبحب اشكر برضو بنتي الحبيبه هاله، اللي هي يوميات جمانه وهاله. بقول لها شكرا يا هاله على السؤال، وشكرا يا حوريه، بارك الله فيكم، ويا ربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب، وبتمنى لكم الخير كلكم جميعا يا رب العالمين. انا معلش انا اسفه على الصوت، لاني انا لسه ما تعفتش. طبعا كانت من اول يوم العيد لحد النهارده، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. نتنقل بقى على البوتاجاز ان شاء الله، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. حبايبي انا عندي حل على النار فيها ميه بتغلي اهي، هنحط فيها ورق لورا وحبه هان، هخليهم يغلوا شويه لحد ما يطلع روحتهم. انا مش هديها صدمه النباتي، انا هسلقها على طول، بتدي طعم حلو جدا ما شاء الله. هحط لها بقى الفلفل الاسود والملح في الاخر خالص علشان الشوربه ما تسودش. نحط اللحمه على النار بسم الله ما شاء الله. هنغطي عليها وتدخل في السوا ان شاء الله، نرجع لكم تاني نقول لكم، نشوفكم ان شاء الله بعد شويه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم وفي صحتكم يا رب. ودلوقتي يا حبايبي نشوف اللحمه بتاعتنا ما شاء الله. انا هنحط لها البصلايه، وهنحط لها فلفل اسود، ما شاء الله. نشيل كده، هي دخلت في السوا، دخلت في السوا كده يا جماعة. هنحط لها الملح ما شاء الله، بس كده. كده بقى انا عندي حل على النار ان شاء الله، جيبها كده. نولع عليها، انا هنحط هنا بقى سمنة، ودي ما شاء الله حتة سمنة حلوة كده فلاحي اللي انا كنت عاملاها معاكم، الزبدة حتة حلوة كده بسم الله ما شاء الله. حط عليها
حط عليها حبه زيت ذره، انا عندي هنا بقى ما شاء الله ده الجزر، ياخد له تشويحة كده حلوة. ما شاء الله نرجع نحط البازيلا، أكلة خفيفة كده، مش عايزين نتقل بقى في الأكل لأن احنا لسه الحمد لله على كل حال. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ودعونا يا جماعة. طبعا انا ما بعرفش اقعد لان لو قعدت بحس ان انا يعني بينقص اجل، فانا اقول اشتغل، واللي انا بشتغله اصوره بتعليقاتكم الحلوة الجميلة دي بتديني دفعة كويسة ان انا يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم وفي صحتكم يا رب ان شاء الله. طول ما احنا عايشين عندنا بنعمل وما نيأس ابدا الحمد لله. كده هنحط البازيلا، ده بقى دلوقتي هناخد من الشوربه كده مقدار كوبايتين، ان كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايتين كده. هنحط فلفل اسود حبه صغيرين مش كتير، نذوق الطعم كده. الله انا حبه صغيرين ملح، حبه صغيرين جدا. كده يا جماعه انا هنحط الرز ما شاء الله. هنسيبها بقى كده لحد ما تستوي، ونوطي عليها بعد كده النار وتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. اذا كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا جماعه متنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. طبعا انا هعمله عرض اول،
وهكتب تعليق مثبت، لان انا يعني انا برحب بكم اللي هيدخل يعني يشوف الفيديو، كلكم على راسي، بس ما تزعلوش مني لو انا ما قدرتش يعني ايه اتجاوب مع اي حد في التعليقات، في التعليقات اللي هي بتاعت المحادثة. كلكم طبعا ولادي، وربنا يديم المعروف والمحبة بينا، وشكرا جزيلا ليكم كلكم، ونشوفكم ان شاء الله عند التقديم بإذن الله. دلوقتي يا حبايبي نشوف الرز بتاعنا عامل ايه. ما شاء الله. هنحط له الزبيب، رز مفلفل وجميل جدا ما شاء الله. والله الطريقة دي هتعجبكم قوي ما شاء الله. هنا كمان اللحمة خلصت، وده يا حبايبي الشكل النهائي لأكلتنا النهاردة. اتمنى ان هي يا رب تعجبكم ان شاء الله، طعمها حلو جدا وخفيفة، والرز البسمتي بيبقى خفيف جدا. وده كان عندي طبق شايله في الفريزر اللي هو البطاطس، فطلعته مع الاكلة. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.